استأنفت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية عملياتها العسكرية بغية السيطرة على مدينة الحديدة الساحلية وميناءها الاستراتيجي، مما دفع الحوثيين إلى اتهام المجتمع الدولي بالتواطؤ مع التحالف العربي. القيادي محمد علي الحوثي اتهم التحالف في تغريدة على تويتر بجعل المخازن والصوامع والأحياء المكتظة بالسكان أهدافاً مشروعة لعملياته، وقال بأنهم سوف يتحركون للدفاع في كل الجبهات على حد قوله. هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في التحالف فضل عدم الكشف عن هويته إن القوات الموالية للرئيس هادي بدأت عملية عسكرية من عدة محاور للسيطرة على مدينة الحديدة. وذكرت وكالة الأنباء أن طائرات التحالف شنت ضربات جوية مكثفة على مواقع للحوثيين داخل المدينة المطلة على البحر الأحمر، تزامناً مع إرسال تعزيزات إلى المحورين الشرقي والجنوبي رافقتها معارك عنيفة في عدة محاور عند أطراف الحديدة. وفيما أكد سكان سماع دوي عدة انفجارات، قالت مصادر عسكرية وطبية في المحافظة أن 40 مسلحاً حوثياً قتلوا في غارات جوية استهدفت مواقعهم منذ الإعلان عن استئناف العملية. هذا وجاء استئناف الحملة في وقت كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث يزور صنعاء للقاء قياديين حوثيين ومناقشة ترتيبات لعقد محادثات سلام جديدة، إلا أن جريفيث غادر صنعاء الثلاثاء من دون الإدلاء بتصريح حسب وكالة فرانس بريس. الهجوم على مدينة الحديدة يثير مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في الدولة الفقيرة في وقت حذر البرنامج التابع للأمم المتحدة من أن النزاع يهدد استمرارية المساعدات الإنسانية للمدينة والمناطق المحيطة بها التي هي الأكثر احتياجاً في البلاد.